أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع في بعض خطب الجمعة عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وليس من تراب مثل سائر الناس، فأسأل عن صحة هذا الكلام. هذا كلام باطل لا أصل له. الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، وآدم مخلوق من تراب، وذريته مخلوقة من ماء مهين. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآية. هذا عام في جميع بني آدم، عام في جميع بني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني آدم بلا شك، فهو مخلوق مما خلق منه بنو آدم، والذين خلقوا من النور هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فإن الله خلق الجن من النار، خلق الجان من مارج من نار يعني من اللهب، وخلق الملائكة من النور كما صح في الحديث، وخلق آدم وذريته مما علمتم، آدم من الطين وذريته من ماء مهين. ويدخل في هذا الأنبياء وغيرهم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور إلا المبتدعة والصوفية، وهذا غلو، هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخراج له عن البشرية إلى درجة الملائكة، هذا أمر باطل واعتقاد فاسد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من أبوين، من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، كما يخلق سائر البشر بين ذكر وأنثى.